بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 119. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. مضى معنا 7 وجوه عدها المؤلف رحمه الله من وجوه الاعتبار في تحريم أعياد الكفار ومشابهتهم فيها. قال هنا الوجه 8 أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوجه 8 من وجوه الاعتبار التي بمقتضاها تحرم مشابهة المشركين والكفار، أن المشابهة لهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن، إذ لو لم يكن يحبهم لما تشبه بهم. فإن هذا معروف، أن الإنسان الذي يبغض طائفة أو شخصا أو قبيلة أو أمة أنه ينفر من التشبه بها، وأن من يحب ذلك فإنه يحرص على التشبه به من أجل الدافع الذي يكون من المحبة لهم، حتى يتزيأ بزيهم ويتكلم بلغتهم و يتخذ عوائدهم، لأنه يحبهم ويريد بذلك أن يتذكر حالهم وأن يستديم وجودهم في ذاكرته. مثل العكس أيضا، فإن محبتهم في الباطن تبعث على التشبه بهم في الظاهر، وهذا أمر معروف. هذا أمر معروف، فدل هذا على أنه لا يجوز التشبه بالكفار باختلاف دياناتهم ومللهم، أو إذا لم يكن أيضا لهم دين، فإن المسلم لا يحب أعداء الإسلام مطلقا، لأنه يبغضهم، وهذا واجب عليه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لما كان كذلك فإنه يحرم عليه التشبه بهم من أجل قطع الصلة بهم في الشكل والمظهر، ولأن هذا مما يجره التشبه بهم في أن تسري عاداتهم ودياناتهم إلى المسلمين. فلأجل قطع هذا الطريق حرم النبي صلى الله عليه وسلم التشبه بهم، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، وها تفسيره هو ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كان متهاجرين. نعم، فهذا الذي ذكره الشيخ أن محبته أن التشبه بهم في الظاهر يقتضي محبتهم في الباطن، قال هذا شيء يثبته الحس والمشاهدة والتجربة. فإن إذا كان بين شخصين علاقة ما ولو في البلد، فإنهما إذا اقتربا في بلد آخر يميل بعضهم إلى بعض بعلاقة أنهما من بلد واحد، فكذلك التشبه أشد من علاقة وحدة البلد، فإن التشبه يبعث على محبتهم أكثر. فإذا كان الشخصان إذا كان في من بلد واحد واغتربا مال أحدهما إلى الآخر، وإن كان متنافرين في بلدهما فالتشبه من باب أولى، يجر على محبة المتشبه بهم. نعم. قال: وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة، وسبب لهما الميل بعضهما إلى بعض. نعم. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. نعم، وهذا هو التوضيح لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، أن من حصل بينهما تشابه في اللباس في العمامة أو في الثوب أو في المظهر فإن هذا يقتضي ميل بعضهما إلى بعض، بخلاف ما إذا كان مختلفين في اللباس فإنه لا يوجد ميل من بعضهما إلى الآخر لانقطاع العلاقة بينهما. نعم. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم. وكذلك من العلاقات التي تسبب الائتلاف والمحبة الصناعة، فتجد المشتركين في صناعة واحدة كالحدادين والخرازين والنجارين واللحامين وغير ذلك من أصحاب الحرف والمهن، تجدهم يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويجلسون جميعا، بينما لا تكون لهم علاقة بالآخرين علاقة أنس وميول كالعلاقة التي بينهم بحكم الاشتراك في العمل والحرفة. فهذا كله يقرر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة، إما على الملك وإما على الدين. نعم، حتى إن العلاقة البلد أو العلاقة اللباس أو العلاقة في المهنة تسبب الائتلاف بين المشتركين في تلك الأمور ولو كان بينهم عداوة من وجه آخر، كأن يكون بينهم عداوة على ملك أو عداوة على شيء آخر من أمور الدنيا، فإنهم وإن تعادوا في بعض النواحي إلا أنهم يترابطون من نواح أخرى. نعم. وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض،
كأصحاب المهنة الواحدة الملوك والرؤساء والأمراء، تجدهم يجتمعون وينحازون بحكم عملهم، وأنهم يميل بعضهم إلى بعض ويجلس بعضهم إلى بعض وينفردون عن عامة الناس. نعم. وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. وهذا موجب الطباع. نعم. الطباع، وإن إلا أن يعارض ذلك دين، يعارض ذلك دين، كأن يكون المسلم عاملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهذا يعارض الطبيعة التي تكون من العلاقات بين الأفراد أو بين الجماعات، فإن هذا الدين يغير هذا المجرى. وأما إذا لم يكن هناك دين فإن هذا موجود بين الناس. نعم. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. إذا كان مشابهتهم في الأمور المباحة كاللباس والمشية والكلام محرمة لأنها تفضي إلى محبتهم ومودتهم، فالتشبه بهم في الأمور الدينية في عباداتهم هذا أشد تحريما وتأثيما، لأنه يجر إما إلى المعصية وإما إلى الكفر. فلذلك يحرم التشبه بالكفار في عباداتهم، من عبادة القبور والبناء عليها وغير ذلك من الأمور الشركية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. خشي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بعض هذه الأمة ما عملته اليهود والنصارى من الغلو في الأولياء والصالحين والبناء على قبورهم، فحذر من ذلك في آخر لحظة من حياته. ولذلك مناسبة، وهو أنه لما قارب الوفاة عليه الصلاة والسلام وعلم أنه مفارق لهذه الدنيا، فإنه حذر أصحابه أن يغلوا في قبره كغلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، بل لعن من فعل ذلك تنفيرا من هذا العمل. فالتشبه بهم في أمور العبادة ومظاهر العبادة أشد، لأن هذا يجر إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، كما حصل لكثير من منسوب هذه الأمة الذين بنوا على القبور واتخذوها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. نعم. قال: فكيف بالمشابهة في أمور دينية، فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. نعم. والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وتلا الآيات لقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذا أكبر المحاذير في المشابهة، أنها تتنافى مع الإيمان. أعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالذي يتولى اليهود والنصارى فإنه يكون منهم يهوديا أو نصرانيا، لأنه وافقهم على ما هم فيه من الكفر والشرك ولم ينكر ذلك، بل أقره ووافقهم عليه، فكان مثلهم والعياذ بالله.
ولهذا قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الذي جعلهم يتخذونهم أولياء أنهم لا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. هذا خطر عظيم ينبغي للمسلمين أن يتنبهوا له، فإنهم يقرؤون هذا القرآن ولكن قل منهم من يتنبه، بل ينساق مع ما عليه الناس من الميوعة مع الأديان الأخرى وأهلها وعدم النفرة وعدم حتى الكراهية في القلب قد لا توجد لأديانهم، بل وجد من يقول إنها كلها أديان صحيحة وكلها توصل إلى الله. دين اليهود والنصارى والإسلام كلها أديان صحيحة، فخلط بين الحق والباطل وسوى بين الكفر والإيمان واعتبر الكفر والشرك يوصل إلى الله، تعالى الله عن ذلك. نعم. من قال ذلك ما حكمه؟ يقول كلها توصل الله وكلها دين صحيح، حكمه أنه كافر. إذا ساوى بين الحق والباطل والكفر والإيمان قل كلها أديان صحيحة، فصحح الكفر والشرك. نعم. الذي عند النصارى أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، يقولون عزير ابن الله، يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من مقالاتهم، يد الله مغلولة وما أشبه ذلك. إذا سوى بين هذه الأديان والدين الحق فإنه كافر، لأنه لا يميز بين الكفر والإيمان ولا بين الشرك والتوحيد. نعم. السلام عليكم. قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعم. هذه في المنافقين. وترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين، فإن المنافقين يوادون الكفار. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فالمنافقون يوالون الكفار، وحجتهم في ذلك يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يسيئون الظن بالله ويظنون أن الكفار سينتصرون على المسلمين، فإذا لأنه ليس عندهم ثقة بنصر الله ووعده سبحانه وتعالى، فيقولون نخشى أن يظهر الكفار في يوم من الأيام فيكون لنا عندهم يد، يكون لنا عندهم يد نسلم بها من شرهم، هكذا يقولون. فالله جل وعلا عكس عليهم الأمر فقال فعسى الله أن يأتي بالفتح يعني النصر أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا، يعني هؤلاء المنافقين على ما أسروا في أنفسهم نادمين إذا رأوا سوء ما صاروا إليه، وأن الكفار الذين علقوا عليهم آمالهم قد اندحروا وانكسروا وهم قد انحازوا عن المسلمين، فإنهم يبقون حينئذ على شفير الهلاك. لا الكفار الذين يوالونهم بقوا، ولا أنهم بقوا مع المسلمين فصاروا ليس لهم مكان يأوون إليه والعياذ بالله، فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني المنافقين إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فدل على أن من يتولى الكفار واليهود والنصارى بالمحبة والنصرة والتأييد والتسوية بين الإسلام واليهودية والنصرانية أنه كافر، حبطت أعمالهم، ولهذا قال حبطت أعمالهم، والذي يحبط الأعمال هو الكفر، فدل على أنهم كفروا بهذه المقالة وهذه الخصلة الذميمة. نعم. قوله هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم في المنافقين أنهم يقسمون للمؤمنين أنهم معهم. نعم. ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم، هذه الآيات في سياق واحد، وهي التحذير من موالاة اليهود والنصارى. فالله جل وعلا لعن اليهود لأن اليهود أهل الكتاب ويدعون الإيمان واتباع موسى عليه السلام، ومع هذا يهملون جانب الولاء والبراء، فلذلك لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الذين كفروا لأن فيهم مؤمنون، فيهم مؤمنون صادقون، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. فالله جل وعلا لا يبخس الناس حقوقهم ولا يسوي بين المحسن والمسيء ولا بين الكافر والمسلم، بل إنه يمايز بين هؤلاء، هو الحكم العدل سبحانه. ولهذا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الذين كفروا، أما الذين آمنوا فهم أهل طاعة وأهل مودة، وعدهم بأجرهم مرتين، ووعدهم أن إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، من تأخر منهم فأدرك محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به حاز على الأجرين، أجر إيمانه بالأنبياء السابقين وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل فترى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ما قال لعن بنو إسرائيل، بل قال لعن الذين كفروا، فاللعنة متسببة عن الكفر والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، داود وعيسى بن مريم من أنبياء بني إسرائيل، ونزل عليهم الوحي بلعنة هؤلاء على لسان داود وعيسى ابن مريم. السبب ما هو؟ ذلك بما عصوا، لعنهم الله بسبب المعصية، بسبب عصيانهم. وكانوا يعتدون، يتعدون الحلال والشرع إلى الحرام والشرك والكفر، تعدون حدود الله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون. ثم فسر هذا بقوله تعالى وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يفعلون. فالسبب هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان أحدهم يلقى أخاه على المعصية فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. أولا أنهم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ثانيا أنهم يتولون الكفار وهم يعلمون أنهم أعداء الله، ولا وأيضا تسبب عن كونهم لا ينكرون المنكر أنهم زاد فيهم الشر، فصاروا يحبون أهل المنكر وأهل الكفر وأهل الشرك بالله عز وجل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما كانوا يفعلون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فالإيمان يقتضي أنهم لا يتخذونهم أولياء، فدل على أن اتخاذهم أولياء مخالف لمقتضى الإيمان، فهذا من أشد ما جاء في التنفير
من موالاة الكفار والمشركين وما هم عليه وبغض ما هم عليه من الكفر والشرك. نعم. قوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، يعني نفوسهم قدمت هذا السخط، عملهم هذا سبب لهم، وأنفسهم هي التي اكتسبت هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله: فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. واضح هذا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن لأن الإيمان بالله وبالنبي وبالقرآن والمنزل يستلزم بغضهم وعداوتهم، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. هذه قاعدة. نعم. هناك من يلبس عليه التوفيق بين البغض والأذى والإحسان، يظن لابد من البغض القلبي أذى ظاهر، أو أن الإحسان لا يجتمع مع البغض. هذه شبهة وظل بها كثير من الجهال، فخلطوا بين المعاملة، خلطوا بين المعاملة الظاهرة المباحة وبين المودة والموالاة، وبينهما فرق عظيم. فنحن نبغض الكفار ونعاديهم من أجل دينهم، لكن لا يمنع هذا أننا نتعامل معهم فيما أباح الله سبحانه وتعالى من المصالح المشتركة، ونحسن إليهم في البيع والشراء واكتساب الحرف والمهارات تعلمها منهم، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان مشركا، استأجره ليدل، وكان هاديا خريتا، استأجره ليدله على الطريق في الهجرة، فاستفاد من خبرته واستأجره لذلك، دل على أن الانتفاع بخبراتهم ومهاراتهم أن هذا مما أباحه الله لنا، وندفع لهم الأجرة في مقابله. هذه ناحية. الناحية الثانية أن من لم يحصل منهم عدوان على المسلمين، لم يخرجوا المسلمين من ديارهم، ولم يظاهروا عليهم أحدا، لم يعينوا عدوهم عليهم، لم يعينوا عليهم عدوا ولم يخرجوهم من ديارهم، أننا نحسن إليهم من باب المكافأة لا من باب المحبة، لكن من باب المكافأة على إحسانهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإسلام دين العدل، دين العدل، لا يظلم أحدا حتى الكافر، لا يقتضي أنك إذا أبغضته أن تعتدي عليه. لا يجرمنكم شنآن قوم، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يحملك بغضهم ومعاداتهم من أجل دينهم على أن تظلمهم وأن تتعدى عليهم، خصوصا إذا كان لهم عهد عند المسلمين وأمان، فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ما داموا في عهد المسلمين. فمن اعتدى عليهم فقد اعتدى على الإسلام واعتدى على المسلمين. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، لأن الله حرم دم المعاهد وحرم ماله وأمنه، فلا يجوز الخيانة في حقه، لأن هذا خيانة للإسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت سميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله ورحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.